فطيرة الراعي هنعملها ازاي؟ عشان نعمل فطيرة الراعي محتاجين بصل مفروم، جزر مسلوق، ذرة حلوة فبتبقى مسلوقة طبعا، بسلة مسلوقة، بطاطس مسلوقة ومهروسة، ومهروسة يدوي مش بمكن كهرباء علشان ما تعملش تمغيطة، زبدة وزيت، مرقة، مرقة خضار، مرقة لحمة، مرقة فراخ زي ما انتوا عايزين، ملح وفلفل وكريمة وبقسماط. هنعمل ايه؟ على النار هحط معلقة زيت، وهحط مع الزيت معلقة زبدة، وبعدين انزل البصل، جزر مسلوق او كيس جزر وبسلة مسلوقين مع بعض لو انتوا حابين، او اسهل لكم مفيش مشكلة، وكده كده بيبقى مستوي يعني المسلوق اللي هو المجمدات دي. هقلب معاهم الذرة، اللي حابب يحط فراخ او لحمة يحط، واللي حابب يستغنى عن الجبنه في الوصفه دي يستغنى عنها حسب نظامكم الغذائي اللي انتوا ماشيين عليه. هاخد هنا على النار زبده اسيحها، وهاخد البطاطس في بوله اكبر عشان اعرف اتعامل معاها، وهاخد البقسماط اهو، حلو قوي قوي كده. اخد بقى معلقه زبده من اللي انا سيحتها على النار دي، وارجع المعلقه الثانيه تسيح عشان هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. نبتدي بقى نعمل الطاجن او البايركس بتاع الشابرد باي او فطيره الراعي. هاخد الخضار احطه في البايركس من تحت، افرده، هاخد البطاطس على الوش وابتدي افردها، حاضر عينيا عيوني، نفرد بس الكلام ده اهو بس كده عشان ده يخش الفرن فنلحق نفسنا، الحق نفسك اهو كده، نفرد 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 نفرد، وبعدين نقوم جايبين بقى ايه يا فندم؟ اقول لك انا، اول حاجه هنجيب قليل من الجبن لو انتوا هتستخدموا جبن، لو النظام الغذائي بتاعكو ما فيهوش جبن مفيش مشكله هنشيلها، اوزع الجبن كده، وبعدين اجيب الزبده دي انزلها هنا على الايه؟ ده بقسماط، بقسماط بتاع البانيه اللي بنعمل بيه البانيه. اقلب معاه الزبده اللي انا سيحتها اهي، اوزعها على البقسماط خالص 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 من غير تكتلات، واقوم واخده البقسماط ده على الوش كده وابتدي ايه اسمها ايه؟ اوزعه على الوش كده وشكرا.